تقرير أولي عن تأثير سد النهضة الإثيوبي المحتمل على دول المصب يحظى بموافقة القاهرة وبتحفظ الخرطوم وأديس أبابا وينذر بفشل المفاوضات المتعلقة بالسد. الرئيس المصري يحذر من المساس بحصة مصر من مياه النيل في تصريح قوي يصب في اتجاه أن السد الذي بدأت إثيوبيا في لمساته الأخيرة تراه مصر سلبيا للغاية على حصتها من مياه النيل، يدمر مساحات واسعة من أرضها الزراعية ويقتطع مياه الشرب من أبنائها. إثيوبيا تقول إن السد ضرورة لتطوير البلاد وإن له منافع لجميع الدول بما فيها دول المصب. بالتزامن يصنف الموقف السوداني بالمائل تجاه أديس أبابا بعيدا عن القاهرة، فيما تقول السودان وإثيوبيا إنهما قدمتا مقترحات بناءة مدعومة باتفاقات دولية لحل الأزمة تحفظت مصر على أغلبها. كيف تحل أزمة سد النهضة وما الخيارات المصرية بعد تعثر تلك المفاوضات؟ هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. كالمعتاد بدائلكم للتواصل مع نقطة حوار إلكترونية متعددة، اختاروا البديل الذي تميلون إليه وابعثوا برأيكم لزميلي محمود القصاص. محمود أهلا بك. أهلا محمد. محمد، الاختلاف بين موقفي مصر والسودان تجاه موضوع سد النهضة هو من أكثر جوانب الموضوع التي أثارت الجدل والتعليقات من المشاركين. كثير من المشاركين يربطون بين الخلاف حول مثلث حلايب وشلاتين الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان من جهة، وبين ملف سد النهضة موقف السودان من هذا الملف من جهة أخرى، بإضافة إلى الجدل المستمر حول بدائل مصر تجاه هذا الموضوع مع اقتراب موعد انتهاء العمل من سد النهضة في عام 2018. زوايا كثيرة هذا الموضوع تخص بشكل خاص مصر والسودان، ستعرف عليها لاحقا أثناء البرنامج، فتابعونا. أعود إليك محمود، إذن شكرا جزيلا. أنا أيضا مع مجموعة من الاتصالات الهاتفية للمشاركة والتعبير عن وجهة نظرهم، معي محمد لؤي وعمر، أرحب بهم جميعا. عمر أبدأ معه فيتحدث من مصر. عمر أهلا بك، هل كنت تتوقع فكرة تعثر المفاوضات بين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بسد النهضة؟ والله يا فندم، وفقا لنقلت وسائل الإعلام المصرية إن هو تم في الاتفاق على الاتفاقية اللي وقعها رؤساء الدول على التوفيق والوساطة كأسلوب لحل المنازعة. إذا فشلت المفاوضات بيتم اللجوء للتوفيق والوساطة، لكن ما تمش النص على التحكيم الدولي كأسلوب لفض النزاع. أنا هنا هوت عايز أشرح إيه الفرق ما بين التحكيم الدولي والتوفيق والوساطة، لأن دي نقطة مهمة جدا. التحكيم الدولي عادة ما بيقوم وفقا لقانون وباتفاق الأطراف بتاعة النزاع على اللجوء إليه، بالإضافة للحقوق التاريخية الثابتة لكل طرف من أطراف النزاع. لكن التوفيق والوساطة غير التحكيم الدولي. التوفيق والوساطة هو بالبلدي كده بيقولوا حل وسط. يعني نفترض ان النزاع مثلا على 100 لتر ميه، انا بقول ان انا من حقي 70 لتر والطرف الثاني بيقول من حقه 70 لتر، بيجي طرف ثالث اللي هو الطرف اللي بيوافق او طرف الوساطه بيقول طب انا حدي لكل واحد 50 لتر، لكن ما بيكونش على المبادئ القانونيه والحقوق التاريخيه الثابته لاطراف النزاع، وده فرق كبير جدا، وده اللي تم التوقيع والاتفاق عليه. هنا هو تفندم، واخد بالك، انا عايز الفت النظر ان الموضوع دوت حصل موضوع شبيه به في نفس الموضوع الخاص بازمه طابه، لكن وقتها قبل ما يتم التوقيع على التوفيق والوساطه كان الدكتور وحيد رأفت كان موجود استاذ القانون الدولي ونبه للفرق الخطير ما بين التحكيم والتوفيق والوساطه، وفعلا وقعوا ساعتها على التحكيم الدولي كاسلوب لحل النزاع. بس دي النقطة اللي أنا كنت عايز أوضحها. طيب، هي نقطة جيدة جدا، واضح أنك على دراية قوية بالموضوع وتفاصيله، لكن عندما يتحدث الرئيس المصري في آخر تصريحه ويقول إن مياه مصر موضوع ما فيهوش كلام، البعض قرأ في ذلك اتجاهات مختلفة على كيف يمكن أن تذهب الأزمة ما بين مصر وما بين الدول التي تقف على الجانب الآخر منها. هل تتوقع تحرك مصري ما للتعامل مع هذه الأزمة؟ ما طبيعة هذا التحرك من وجهة نظرك؟
والله وفقا للاتفاقيه الموقع عليها انا بتوقع برضو اللجوء للتوفيق والوساطه، وده اللي حصل مؤخرا. يعني وسائل الاعلام نقلت مؤخرا ان في لقاء ما بين وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه الامريكي، وتم طرح موضوع سد النهضه في بس هل تنجح في هل تنجح فكره التوفيق والوساطه يا عمرو؟ ما احنا صار لنا سنوات ممكن. منذ بدايه الاعلان عن هذه الازمه ويفترض ان في توفيق ووساطه. ممكن تنجح وكل حاجه، لكن انا برضو واخد بالك، انا عايز برضو اقول ان التحكيم كان مهم جدا، لان التحكيم ده وفقا لقانون وفقا لحقوق تاريخيه ثابته لكل طرف من الاطراف، وما كانش يجب التغاضي عنه بالطريقه ديت. يعني انا دي وجهه نظري واخد بالك كراجل درست تحكيم دولي وكراجل المحامي، والنقطه اللي انا بتكلم دي فيها كل الطلاب اللي بيدرسوا قانون دولي عارفينها كويس، ان في فرق كبير ما بين التحكيم وبين التوفيق والوساطه. عمرو شكرا جزيلا على المشاركه معنا في نقطه حوارنا اليوم، وسريعا رحب معي بضيفتي عبر الاقمار الصناعيه من القاهره الدكتوره اماني الطويل، مديره الوحده الافريقيه في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتوره اماني اهلا بك. تعثر المفاوضات الان ما بين هذه الاطراف، وحديث الرئيس ان موضوع المياه موضوع ما فيهوش كلام كما قال، الى اين نتجه او ما هي البدائل التي تعتقد ان مصر ما زالت تملكها للتعامل مع هذا الملف؟ أهلا بك يا أستاذ محمد وبكل متابعيك على كل وسائل الاتصال. أنا أظن أن مصر في جعبتها الكثير ولديها من الأوراق المؤثرة، وبالفعل بعض الأوراق قد أثرت، بمعنى أن هناك تراجعا للقدرة التمويلية للسد من أطراف دولية. كان من المفترض طبقا للجدول الزمني الذي أعلنته إثيوبيا أن يتم إنجاز حجم أكبر من السد من المنجز. بالفعل كان من المفترض أن يتم البدء في التخزين الأولي، إثيوبيا لم تفعل هذه الخطوة ولم تقدم عليها لسبب فني وسبب سياسي. الفني لأن السد لم يكتمل، السياسي لأنها موقعة مع مصر على اتفاق المبادئ في مارس 2015، والذي يلزم إثيوبيا أن تكون إدارة السد ومسألة التخزين محل تفاوض أو محل اتفاق، وهي النقطة التي لم نصل إليها حتى هذه اللحظة، وفشلت المباحثات أو المفاوضات المتعلقة الثلاثية المتعلقة بسد النهضة طبقا للإعلان المصري. ونحن أمام سد ليس له أي دراسة تشير إلى جدارته الفنية، قدرته على حماية الأمن الإنساني في دول وادي النيل، بس أو في دولتي وادي النيل. التقارير اللي تم الاعتماد عليها يا دكتورة يقال إنها ليست ملزمة، يعني الحقيقة التي تتحدثي عنها أو المعلومة التي تتحدثي عنها هذه مسألة يعني يحكمها القانون الدولي، لأن إثيوبيا تقول إنها ليست ملزمة بالنسبة لها، لكن نهر النيل هو نهر مشترك بين عدد من الدول له محددات في القانون الدولي لابد أن تلتزم بها إثيوبيا، سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو بكل وسائل الردع المناسبة، لأن الحقيقة ما تقدم عليه إثيوبيا هو مهدد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هل معنى ذلك أن طبيعة إدارة الأزمة منذ حتى بداية الإعلان عن هذا السد إلى الآن أنت راضية على سير التعامل المصري أو تعامل الدبلوماسية المصرية مع هذا الملف؟ أنا راضية، ولكني ربما أخذ أو يؤخذ على هذا المسار أنه كان بطيئا بعض الشيء، أن إدراكه لفشل هذه المفاوضات جاء متأخرا طبقا لرأيي الشخصي، لأن كنت أقرأ أن هذه المفاوضات لن تسفر عن شيء. لكن على أي حال يبدو أن صاحب القرار السياسي كان يريد أن يستنفذ كل الوسائل إزاء الأطراف الأخرى حتى يكون أي تصعيد من جانبه مبررا ومعروف أسبابه. وربما الخطوة التي أقدمت عليها مصر في بيان وزارة الخارجية أن سفراء مصر الآن يطلعون الجهات المعنية بطبيعة التطورات في هذا الملف، بطبيعة الموقف الإثيوبي، وبطبيعة الشواغل المصرية وهي المرتبطة بالأمن الإنساني. يعني نحن إذا كان الرئيس تكلم عن حصة المياه أو تكلم عن المياه في رسالة واضحة ربما تحمل قدرا من الردع، لكن في حقيقة الأمر أشمل
من مسألة المياه. هذا مهم الإنساني لملايين البشر. الأمر أيضا لا يقتصر فقط على مصر وأثيوبيا، هناك طرف ثالث مهم جدا في المعادلة وهو طرف السودان يا دكتور أماني. ومن صحيح. السودان على وجه التحديد كاميرا البرنامج جمعت مجموعة من الآراء، استطلعنا آراء السودانيين في العاصمة السودانية الخرطوم وسألنا عن نظرهم أو وجهة نظرهم لتصريحات الرئيس المصري فيما يتعلق بمياه النيل وأنها بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت. ما الذي يعني هذا تحديدا؟ دعيني يا دكتورة نتابع هذه التصريحات ونعود إليك مرة أخرى. من الرئيس المصري يكون له الحكمة ويدي القرار، القرار بتأني والقرار بدراسة. وصد النهضة بالمناسبة هو سد عظيم وحيوفر كهرباء للسودان ولأثيوبيا، لأن أثيوبيا من حقها تأخذ حصتها والسودان من حقه يأخذ حصته ومصر من حقها برضه تأخذ حصتها. لكن يريد عبد الفتاح السيسي أغلغل في المنطقة وليس له سياسة. نحن كمان عندنا بلدنا عندنا سيادتنا والنيل يجري في أرضنا، نحن كمان حنتمسك بأي قطرة ماء تكون لنا، لأنه نحن كل ما نقدم تنازلات لإخواننا في مصر هم بيفتكروها ضعف. لا، ما ضعف، دي رأفة مننا اليوم. والله أنا بشوف إنه الموضوع طبعا ما فيه مشكلة، لأنه إحنا هم نفس نفس المصريين في نفس الحتة، والنيل ده طبعا واحد من السودان ولا من مصر. إذا إحنا شايفين في حاجة فيها مشكلة يعني حتسبب له مشكلة، أكيد إحنا ما كان حنرضى في الحتة دي. لا، هي بانية مشاريع على مصالح ناس تانين، بانية يعني مصالحها الزراعية، مصالحها الاقتصادية، بانية على السودان وعلى أثيوبيا. هسه السودان وأثيوبيا لا يستفيدوا من المياه حقتهم يعني، وده حق. والله يا اخي طبعا هي شغلانيه طبعا زي ما قلت حياه وموت يعني، فما عارف. لكن هو طبعا ضرر من الجانبين، من المصريين ولا السودانيين هيتضرروا. كيف ترى مصر موقف السودان تحديدا؟ سأعود بهذه النقطة لاحقا لضيفتي الدكتور أماني من القاهرة، لكن قبل العودة سريعا أستقبل اتصال هاتفي آخر. لؤي يتحدث من الأردن. لؤي خبير مياه ويعمل في إثيوبيا. يا لؤي أهلا بك، هل نحن أمام نزاع فني تقني مائي أم أمام نزاع سياسي؟ كيف تقيمه؟ تحياتي لك أخ محمد وللأخوة المستمعين جميعا. أهلا وسهلا. يعني نظرتي أنا للموضوع بجوز تختلف عن الأخوة. يجب أن إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الموضوع، يجب أول شيء أن نخرج من دائرة الاستقطاب. المشكلة إحنا في العالم العربي بشكل رئيسي دائما يعني في هناك استقطابات سياسية، وفي هناك تبعيات لدول كبرى وسياسات عامة تملى كثير في هذه المنطقة. فإذا نظرنا من جانب الاستقطاب يعني لا يمكن أن نصل إلى حلول في هذا الأمر. خلينا نخرج من باب دائرة الاستقطاب إلى باب أوسع وهو باب التعاون. يعني دول حوض النيل الأصل ما يجمعها أكثر مما يفرقها، يعني يكفي أن النيل هو قاسم مشترك أعظم بين هذه الدول. فالأصل أن هذه الدول حتى من الناحية السياسية أن يكون هناك تقارب سياسي وتعاون إقليمي بين هذه الدول من أجل مصلحة الجميع. بس هذه الأمنيات الطيبة يا لؤي واضح أننا تجاوزنا هذه المرحلة، صار لنا سنوات للأسف. الآن مصر تقول إن لديها تقرير فني يبرز الخطر الكبير لهذا السد، سواء على أرض مصر أو حتى على ناحية الأمن فيما يتعلق بطبيعة التربة الموجودة هناك وطريقة البناء وسعة السد. هل هذا كلام دقيق؟ لأن إثيوبيا تنفيه تماما. نعم، من وجهة نظر بصفتي أنا خبير في المياه في المنطقة، وبصفتي أني عملت في أثيوبيا ولا زلت يعني مستشار هناك وأعمل في أحد المشاريع، يعني بحب أنقل يعني أن نكون متوازنين. أنا مع يعني التحفظات أو مع المخاوف التي يعني يبديها الجانب المصري في هذا الجانب، ولكن من أجل المنطقية في طرح الموضوع نعلم أن أثيوبيا هي دولة عادة مصدرة للمياه، يعني هي دولة تصدر المياه لمعظم دول الجوار المحيطة بها، ولا تستفيد من هذه المياه إلا بالنزر اليسير لمشاريعها الحيوية. الآن ننظر إلى احتياجات أثيوبيا. أثيوبيا تقول أنها بحاجة إلى الطاقة الكهربائية، وأن الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله السد هو ليس الاستخدامات المياه للأغراض الزراعية أو غيرها، وإنما هو من أجل الطاقة الكهربائية. هذا جانب، وأن هذه الطاقة الكهربائية ممكن يستفاد منها كذلك مش فقط من جانب الأثيوبيين، ممكن يستفاد منها من جانب الأخوة في السودان كذلك يستفيدوا من الطاقة الكهربائية في هذه المرحلة. ناهيك عن أن السد بحد ذاته طبيعيا
عندما توجد سد فإنك تعمل على تخفيف نسبة الرسوبيات ومخاطر الفيضانات المندفعة نحو نهر النيل. كويس، لكن أنا أتحدث عن مصر. مصر هل ستتضرر بشكل كبير سواء من خلال حصتها في المية أو من خلال سلامة مواطنيها إذا انهار هذا السد مثلا؟ إذا تم إدارة أخي محمد، إذا تم إدارة هذا المشروع بطريقة فنية تعاونية مشتركة لن يكون هناك ضرر، لأنه مثل ما ذكرت المياه ليس هدفها الاستغلال، وبالتالي المياه ستبقى موجودة، ولكن عملية التخزين يجب أن لا تكون ضمن فترات سريعة بحيث تؤدي إلى انخفاض مستوب الكمية التدفق المائية، الكمية اللي بتذهب إلى مصر وبالتالي تتأثر. لؤي، شكرا جزيلا. دكتورة، لماذا لا نستطيع أن نصل لهذه الإدارة المشتركة والأمنيات الطيبة كما ذكر لنا لؤي؟ واضح أن الأمر وصل إلى طريق مسدود. هل الأمر سياسي أم هو عدم وضوح مثلا الحقائق المتعلقة بالمشاريع أم ماذا؟ دعني أقول لك وألتقط من الأستاذ لؤي كلامه، نحن بالفعل أنجزنا اتفاقا في مارس 2015، معني بإدارة السد، معني بالتخزين، معني بمصالح الأطراف والتوازن بين مصالح الأطراف، معني باحترام المطالب التنموية الإثيوبية، معني بمسألة إنتاج الكهرباء لإثيوبيا ولجيرانها. كل هذه الأمور، بل أن الإخطار المسبق في مسألة السدود مصر قد مرت عليه. إذن حصلت إثيوبيا على بالفعل جوائز كبرى، دعني أقول لك أنها قد حصلت على جوائز كبرى في هذا الاتفاق، وذهب الرئيس المصري إلى البرلمان الإثيوبي وتحدث عن الحق في الحياة. إذن نحن لا نتكلم هنا عن مشروع فني بطبيعة الموقف الإثيوبي الغير مرن، الغير متفهم، الغير متوافق مع قواعد القانون الدولي، الغير متوافق مع محددات الأمن الإنساني، المتجاهل للحق في الحياة للمصريين. هذه هي الأزمة الحقيقية. لكن نحن يعني في رؤيتي الشخصية، هل الموقف المصري موقف وحيد؟ جملة. أكمل جملة. اتفضلي. الموقف سياسي بامتياز. إثيوبيا تريد أن تبني نفوذا إقليميا، ودعني أقول لك ولمن لا يعلم أن هناك وثيقة قد صدرت عام 2002 قبل بناء السد من الخارجية الإثيوبية تحدد محددات علاقة أديس أبابا بكل دول الجوار. اعتبرت مصر عدوا ابتداء، واعتبرت أن المشكلة الأساسية هي مياه النيل. إثيوبيا تنكر أن نهر النيل هو نهر مشترك. هذه هي المشكلة الأساسية في العقل والذهنية الإثيوبية، سواء على مستوى النخبة أو على المستوى الأقل على المستوى العامة. طيب، هذا موقف إثيوبيا يا دكتورة، ولكن يجب ألا نتجاهل موقف آخر. استمعنا لجزء من رأيه، الموقف السوداني. هل مصر تقف وحيدة فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ لأن كثيرون يقولوا أن جزء كبير من الميل السوداني هو ميل لإثيوبيا بعيدا عن مصر، وأن مصر مخطئة بشكل كبير بسبب توجه الخرطوم صوب أديس أبابا وليس صوب القاهرة. دعني أقول لك أن بالفعل السودان قد تخلت عن اتفاقية 59 وهي اتفاقية دولية. بالفعل تقف السودان إلى جانب إثيوبيا. أتصور في تقديري أن يعني العقل الذهنية السياسية في السودان مرتبطة بمسألة المصالح السريعة، الجوائز السريعة. هي تريد كهرباء، هي تريد السد يحقق لها في حقيقة الأمر منعا للفيضان من النيل الأزرق الذي يسبب خسائر هائلة. لكن أنا لم يقع في يدي دراسة علمية جيولوجية مائية زراعية حول طبيعة تأثير السد على السودان. يعني المقولات السودانية حول الانحياز لمسألة السد أنا أتصور أنها لا تملك يعني أسس علمية. ده في تقديري الشخصي. أنا أريد أن أقرأ أو أن أرى باحثا سودانيا يقول لي أن ليس هناك مخاطر جيولوجية من هذا السد، أن في حالة تخزين هذا الحجم من المياه بسد معدل أمانه 1.5% ليس هناك خطرا على السودان، ليس هناك خطرا على العاصمة الثلاثية الخرطوم.
أريد أدلة على هذا الطرح. نحن لا نجد هذا الأمر، نجد طرحا سياسيا من الجانب السوداني وليس طرحا فنيا وعلميا. طيب سأعود نحن أنجزنا الكثير من الدراسات العلمية فيما يتعلق بالأثار السلبية لسد النهضة على مصر، تأثيرها على نقص تدفقات المياه وتأثيرها على مجرى النهر، على النيل، على نحر الأرض، على التركيب المحصولي، وفي النهاية على الأمن الإنساني للمصريين. طيب لدينا ما سنعود يا دكتورة للشق السياسي من الموضوع، لأن هذا هو كان سبب ذكري أن البعض يتهم مصر أنها هي التي أبعدت الخرطوم عنها صوب أديس أبابا وليس اجتذاب مصر، لأن الأمر يرتبط بكثير من الملفات السياسية. لكن خلينا نسمع صوته من السودان، معي مجموعة من المتصلين من هناك. محمد يتحدث إلينا. يا محمد اتفضل. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا، تفضل يا عزيزي. اول هاي الموضوع ما اتكلم عن النيل، طبعا في موضوع عند المصريين خطا، هم بيقولوا النيل هبه مصري. الصحيح هو النيل هبه اثيوبيا، لان اثيوبيا هي دوله المنبع وليس المصب. السودان دوله عبور فقط، يعني دوله عبور. هم ما بيقولوش النيل هبه مصر، هم بيقولوا العكس، بيقولوا مصر هي اللي هبه النيل. بس ماشي اكمل. ماشي في كل الاحوال هي ماشي. في طبعا في هل السد بيأثر على السودان؟ نعم السد أثر على السودان تأثير كبير يعني بدون شك. هل أرضية السد هي يعني أرضية هشة؟ لا، المنطقة في أديس أبابا أول في أثيوبيا جبلية، كل المنطقة يعني، يعني حتى اللي كان بينزل في محلات بيكون من حدث شديد في أثيوبيا، ما أنت يعني عنده تأثير على السودان. طيب السودان بقى، لأن هذا هو ما نتحدث عنه، موقف السودان من هذه الأزمة، هل تميل الخرطوم صوب أديس أبابا وهي ليست مقدرة للتبعات الفنية التي يمكن أن تضر البلاد؟ يعني بترجح الجانب السياسي بعيدا عن الجانب الفني الذي يمكن أن يكون له مردود سلبي عليكم. أيوة، أنا في النقطة أنا بوضح لك وضوح واضح جدا جدا. الأزمة حلايب وشلاتين خلت الحكومة السودانية تقيف مع أثيوبيا، ده موضوع ما دار نقاش يعني، المصريين كلهم عارفين. وإذا كان رجعت لورا سنة 59 58 57 لما كانت المشكلة بين السودان في وين؟ في حلايب. أجي السودان مشى حلايب، عبد الناصر صاحب قواته، بعد سنة عمل اتفاقية 59 اللي هي بتدي مصر 55 وتدي السودان 18. الاتفاقية دي تبغى وجوب عمل السد العالي، ورحل ناس حلفة، لان في اطار علاقه عبد الناصر الدبلوماسيه علاقته مع السودان يعني. هنا الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي افتقدها لما في خطابه الاخير ده بيقول الميه دي يعني خط تقريبا خط احمر كده عن، وكان قبله قال حسن مبارك خط احمر، دي ما هتحل اي اشكاليه نهائيا. طيب يعني التصريحات يمكن ان تؤدي الى تصعيد اكثر. يا محمد شكرا جزيلا. دكتوره اماني، حلايب وشلاتين هي المعضله، وكثيرون يقولوا ان موقف مصر متصلب، ترفض حتى ان تلجا الى تحكيم دولي كما لجات في قضايا اخرى، وبالتالي من حق السودان ان تلعب باوراقها اذا ارادت. شوف دعني أقول لك أن ملف حلايب والشلاتين ليس مكونا من مكونات القرار السوداني إزاء سد النهضة. طبيعة وتركيبة النظام الحاكم في السودان تاريخيا وبطبيعة الضغوط الاقتصادية عليه هو يفكر بمنطق المنفعة الاقتصادية، يعني أن سد النهضة في تقديره سوف يعطيه طاقة هو في أمس الحاجة ليها بعد أن فقد جنوب السودان وفقد الموارد البترولية. هذه الطاقة تعني انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يزيد من عمر النظام. هذا هو التفكير الذي يحكم القرار السياسي في السودان. حلايب وشلاتين أزمة مفتوحة منذ الخمسينات وحتى هذه اللحظة، وطرحت فيها الكثير من الحلول، منها أن تتحول المنطقة منطقة حلايب وشلاتين إلى إطار تكاملي وتعاوني بين البلدين. ودعني أقول لك أن المشكلة الحدودية للسودان أو المشاكل الحدودية في السودان لا تقتصر على حلايب وشلاتين، ولكنها مثلا هناك مناطق مع إثيوبيا مسكوت عنها، هناك أراضي تستولي عليها إثيوبيا، هناك غارات إثيوبية على السكان السودانيين في شرق السودان، في منطقة الفشقة،
فلا أحد يتكلم عن هذا الملف إذا كانت المسألة مسألة أراضي ومسألة سيادة وطنية على أراضي. فأعتقد أن من المفترض أن يكون الخطاب السوداني متعلقا بحلايب وشلاتين ومتعلقا أيضا بالشفقة، لكن هذا لا يتم. أنا أظن أن مكون القرار السياسي السوداني إزاء سد النهضة هو مكون اقتصادي بامتياز. شكرا جزيلا يا دكتورة. دكتور أماني طويل، مديرة الوحدة الأفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كانت معي من القاهرة. جزيل الشكر. الأراء ستتواصل بطرق متعددة، لكن الآن دور الأراء التي جاءت أونلاين. زميلي محمود القصاص يتابعها منذ الصباح. يا محمود أهلا بك. أهلا. وأبدأ مباشرة بالنقطة الأخيرة التي تحدثت فيها الدكتورة أماني، فكرة البين الشاسع بين الموقف المصري والموقف السوداني الذي يميل وفقا لكثيرين لجانب إثيوبيا. صحيح، يعني هذه النقطة تحديدا هي أكثر النقاط التي حظيت بالتعليق على صفحاتنا، وواضح أن أغلب المشاركين من السودان يرون أن من حق بلدهم البحث عن مصلحته الخاصة، ويرون أن مصلحة السودان حاليا هي في إقامة السد، لأن له أثار إيجابية كما يرون، منها توليد كهرباء للسودان ومنها زيادة حصته من المياه، بينما هو لمصر هو أثار سلبية خالصة. بالنسبة للسودان هناك الإيجابي وهناك السلبي، ولكن بالنسبة لمصر هو الموضوع سلبي بالكامل، وبالتالي يرون أن من حق السودان أن يتخذ موقفا مغايرا لمصر بناء على مصلحته الخاصة. بالإضافة إلى موضوع حلايب وشلاتين، يعني واضح المشاركات أنه حاضر وبقوة. كثير من المشاركين على صفحاتنا قالوا أن هناك مقايضة، نوع من الرد الصاع بالصاع، أنه كما ترفض مصر إرجاع حلايب وشلاتين المحتلة كما يرون، كما ترفض التحكيم الدولي حول هذا الموضوع، أيضا بالمقابل رأت الخرطوم أو رأت الحكومة السودانية أن تقف مع إثيوبيا في سد النهضة. هذا ما تكرر كثيرا على صفحاتنا. مثلا ممن قالوا هذا السنوسي فتح الجليل كتب يقول: السودان دولة ذات سيادة وحرة في المحافظة على مصلحة شعبها وليست تابعة لمصر. ندعم إثيوبيا لإكمال سد النهضة، وقريبا إن شاء الله سوف نسترد أراضينا المحتلة حلايب وشلاتين. وليد عبدون كتب يقول: السد هو أكثر فائدة للسودان من أي دولة أخرى، وذلك لما يوفره من مياه منتظمة طوال العام، وإرجاع حق السودان المهدر في مياه النيل التي كان يذهب منها 10 مليارات متر مكعب لمصر دون وجه حق. آدم النير يقول: هناك اختلاف بين السودان ومصر حول الحدود الشمالية ومثلث حلايب على وجه الخصوص، لهذا من الطبيعي أن يقف السودان إلى جانب أثيوبيا، وكأن الحال لسان الحال يقول: اعطونا حلايب نعطيكم بالمقابل ماء الري. سارة يوسف تقول: سبق أن وقف السودان بجانب مصر في بناء السد العالي الذي كلف السودانيين ضياع جزء عزيز من أراضيه، فماذا جنينا؟ تعدت مصر على الأراضي السودانية واحتلت حلايب السودانية كما تقول سارة. حسام الدين يقول: المصريون يحتلون حلايب ويدعمون الحركات المسلحة في السودان، وبعدها يريدون أن يقف السودان مع مصر، ويتساءل، يعني هذا لا يبدو منطقيا كما يرى حسام الدين. على تويتر تغريدة من ريم بري تغرد وتقول: سد النهضة هو السد الأكبر في أفريقيا، شارف على الانتهاء، قادم لا محالة، صادق التهاني للشقيقة إثيوبيا، هاشتاج حلايب سوداني. ماذا عن من يؤمنون بوجهة نظر الأخرى أن السد سيكون له أضرار كثيرة حتى على السودان نفسه وليس على مصر فقط؟ بالطبع، يعني هذا الرأي موجود أيضا. بالنسبة لأغلبية المشاركين من مصر يرون أن أي مساس بحصة مصر في مياه النيل هو أمر مرفوض تماما، هو أمر حياة أو موت كما قال الرئيس المصري، وبالتالي يرفضون أي مشروع بأي حجة للكهرباء أو غيره يؤدي إلى تخفيض حصة مصر من المياه. هناك أيضا بعض الآراء السودانية وإن كانت أقل تتحدث عن مخاطر السد. السد أيضا قد يكون له مخاطره، لأنه سيخزن كميات ضخمة من المياه في وقت محدد، وبالتالي إذا حصل انهيار أو أزمة أو ما شابه يمكن أن يؤدي إلى غرق بعض الأراضي في السودان، وبالتالي هناك مخاطر أيضا على السودان وليس فقط لمصر. مثلا حسني رجب محمود من مصر كتب يقول: انعكست الخلافات المتعلقة بأزمة حلايب وشلاتين وموقف مصر الداعم لانفصال جنوب السودان على موقف الدولتين من سد النهضة، أصبح السودان يدافع وبقوة عن شرعية بناء السد في إثيوبيا. ربيع بدوي يقول: سد النهضة يمثل تهديدا كبيرا لحياة كثير من مدن السودان المكتظة بالسكان في حال حدوث أي خلل أو تعرضه لهجوم وهدم، لكن الحكومة تغض الطرف عن هذا التهديد. عنان صديق يقول: خطر السد على السودان أكبر كثيرا من خطره على مصر، لأنه بعد تقسيم السودان لا يوجد عند السودان منابع، المشكلة
أن الحكومة السودانية تنظر فقط إلى موضوع الحدود بينها وبين مصر، يشير كما يرى إلى أن النظرة هنا مركزة على أزمة الحدود. حلايا أبو شلاتين على تويتر تغريدة من موقع سودان نيوز، تقول التغريدة: سد النهضة أكثر أمانا من السد العالي، والسودان يعرف مصالحه. لكن ما هي الخيارات التي يمكن أن تمتلكها مصر إذا استمرت الأزمة أو تصاعدت؟ البعض يتحدث عن القبول بالأمر الواقع، أنه لا يوجد عمليا ما يمكن فعله بعد أن أوشك السد على الانتهاء، وعلى مصر أن تجد بدائل، قد تكون تحلية مياه البحر، قد يكون باستصلاح أراضي وأبار جوفية، لكن الأمر الواقع سيفرض نفسه كما قال كثيرون. هناك من تحدث عن بدائل أخرى قانونية أو عسكرية، مثل الشكوى للأمم المتحدة، مثل لجوء للتحكيم، مثل خيار عمل عسكري بشكل أو بآخر لتعطيل مشروع السد، لكن كثيرون كما ذكرت يتحدثون عن أمر واقع. مثلا صدام الخليل كتب يقول: الخيار الوحيد والأهم لمصر هو تحلية مياه البحر، لأن مصر أصابت نفسها بنفسها في موضوع سد النهضة، وتم ذلك عن التنازل عن اللجوء للتحكيم. من عمر مذكور مشاركة يقول فيها: وفقا للاتفاقية الموقعة بين مصر وأثيوبيا، فليس أمام مصر سوى التوفيق أو الوساطة، نظرا لأنه قد تم استبعاد التحكيم من بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين. عبيد يقول: مصر ليس لها القدرة على الدخول في مواجهة عسكرية مع أثيوبيا، لأن حينها السودان نظرا للمواقف المصرية في حلايب سيقف مع أثيوبيا ضد مصر. أخيرا يحيى محمد كتب علينا يقول: مصر استسلمت للأمر الواقع فعلا، فقبل أيام أعلن الجيش المصري عن قيام أكبر مشروع لتحلية المياه على ساحل البحر المتوسط كبديل وحل جزئي لمعضلة المياه المحتملة قريبا. يعني كما ذكرت، هناك من يتحدث عن أمر واقع لابد من التعامل معه، وهناك من يتحدث عن خيارات أخرى عسكرية أو قانونية أو شكوى للأمم المتحدة أو كل ما يشبه هذا. شكرا جزيلا، ابقى متابعا، إذا وردت آراء أخرى بالتأكيد سنعرضها قرب ختام البرنامج، لكن الآراء متوالية. أحمد يوسف من مصر أريد أن أستمع لوجهة نظره. يا أحمد اتفضل. حضرتك، السبب الوحيد لوجود مصر من آلاف السنين لغاية النهاردة هو وجود النيل، فتهديد نهر النيل ده تهديد للوجود المصري. مصر ليست ضعيفة، الاتفاقية اللي تم إجراءها مع الرئيس المصري والسوداني والأثيوبي في مارس 2015، أثيوبيا لم تتخذ أي خطوة تؤكد حسن نيتها بل بتماطل. فبالتالي أنا رأي حضرتك أن يتم عرض هذه الوثيقة على مجلس النواب الذي يرفضها بالتأكيد، لأن النيل هو سبب وجود مصر. ويتم حضرتك، لابد أن تشعر أثيوبيا أن المسألة أن مصر ليست دولة ضعيفة بل هي دولة قوية جدا. إثيوبيا تقول أنها قدمت هي والسودان بالفعل مجموعة بدائل لمصر ما بعد التقرير الفني المختلف عليه، ومصر هي التي رفضت كل هذه البدائل. حضرتك، نحن لا نستطيع أن نفرط في 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 نقطة مية واحدة من 55.5 مليار. فحضرتك لابد أن يعرض الموضوع على وجه السرعة على المحاكم الدولية، لابد أن يتم حضرتك الاتفاق مع الدول الصديقة لينا إنها تقف جنبنا، وعند استعمال مصر للوسائل العسكرية فهي تدافع عن نفسها. مش ممكن إن مصر تصمت على حرمانها. بس هل استعمال الوسائل العسكرية هذه سيكون سهلا تعتقد؟ وهل هذا فعلا ما قرأته من تصريحات رئيس مصر؟ يعني هناك تلميح لوسائل عسكرية، وستكون ضد من؟ ضد إثيوبيا ولا ضد السودان؟ أنا لست شخص عسكري، ولكن حضرتك اتخاذ مصر الوسائل العسكرية تتم حضرتك بآراء العسكريين اللي قدروا يحطموا خط بارليف اللي قالت إسرائيل إن لن تؤثر فيه القنابل. لا، أنا ما أسأله، أنت بتقول عندما يتم اللجوء إلى الحل العسكري وبما هذا حق مصر، هل هذا ما قرأته من تصريحات الرئيس أن هناك نية لعمل عسكري مثلا؟ حضرتك، إذا اتخذ الرئيس هذا الإجراء فالشعب المصري كله وراء. طيب أحمد، شكرا جزيلا ليك، استمعنا آراء من مصر والآراء كذلك من السودان. أيضا أريد أن أسمع وجهة نظر من إثيوبيا كذلك. من هناك معي السيد أنور إبراهيم الكاتب الصحفي. يا سيد أنور أهلا بك.
مصر تتحدث أن الأمر كما استمعت الرئيس يتحدث أن الأمر حياة أو موت، والمياه على وجه التحديد خط أحمر لا يمكن أن يتم تجاوزه. التقارير الفنية الأخيرة تقول أن السد يمكن أن يكون فيه بعض المشاكل التقنية فيما يتعلق بحالة التربة أو طريقة البناء. لماذا تستمر إثيوبيا فيما يوصف بأنه موقف متصلب أو متعند وترفض فكرة التفاوض بعد أن كنا وصلنا لمرحلة لا بأس بها؟ نعم، أحييك وأحيي مشاهدي البلد حقيقة. يعني هذه الآراء التي تحدث عنها الإخوة من سمعت لها من حديث الدكتور أمان الطويل هي مجرد هرطقات يعني حقيقة، لأنه لا توجد حتى الآن أتت وحضرت وفحصت تربة السد وموقع السد. كما قال احد الاخوه من السودان ان موقع صد النهضه هو موقع يعني جبلي وموقع منحدر بقوه جدا، ولم تاتي بها المصريين حتى الان بداوا يقدمون العديد من التقارير، لا اعرف من اين احضروها ومن اين اتوا بها، من قبل كان هنالك حديث بان هذا السد يؤثر على مكه المكرمه ويؤثر على المنطقه ودول النيل والعديد من التقارير التي لا يعني لا حقيقه لها في الاصل، وهي عباره عن تخوفات وهواجس ومجرد يعني يمكن او بعض التخوفات التي ما زالت يعني تحدث الشعب المصري. طيب جيد، لكن بعد ان كنا وصلنا الى مرحله قيل انه تم الاتفاق على اغلب النقاط الاساسيه حتى فيما يتعلق بكميه المياه اللي يتم تخزينها، عدنا مرة أخرى إلى مربع صفر، أن الجانب المصري يتهم إثيوبيا أنها تنوي أن تخزن أكثر مما أعلنت، وأن الأمر بالمجمل سيصب في ذات الاتجاه، فكرة عدم الأمانة أو ضياع مياه الشرب حق المصريين كي لا يعطشوا ببساطة. نعم أخي الكريم، كل شعوب النيل لا حق على هذا النيل، وكل الدول هي هيبة النيل، كل الدول المشاطئة على النيل هي هيبة النيل. ومنذ فترة بعض وسائل الإعلام المصرية خرجت بأن إثيوبيا بدأت تخزن المياه خلف السد، وذلك نسبة لهطول الأمطار وتراكم المياه في عدد من البرك الصغيرة. وهذه يعني عبارة عن تحجزات أكثر من اللازمة، هذه تحجزات وفق لم يترك الإعلام المصري أو كما يدعون الخبراء أنفسهم بأنهم خبراء يعرفون الأراضي الإثيوبية. الآن دكتور أماني كانت تحدثت عن بعض النقاط وهي ليست حقيقية يعني. طيب هذا الشق الفني ربما يطول فيه الجدل يا أستاذ أنور. هذا الشق الفني يا أستاذ أنور ربما يطول فيه الجدل، لكن الشق السياسي كذلك. لدينا اتهام من مسؤولين مصريين بشكل مباشر إن إثيوبيا ربما كل ما تفعله هو لإحداث ضجة سياسية، محاولة البحث عن دور في المنطقة، بل ويقال إن من يقف وراء كل ذلك دول بعينها ربما تحاول أن تضرب مصر لكن عن طريق إثيوبيا. لا يوجد مثل هذه الأحاديث. إثيوبيا لا تحتاج لدور محور، لها دور محور في المنطقة وظهورها واضح منذ بداية التسعينات عقب يعني انتحار القوات العسكرية النظام العسكري في إثيوبيا. سيد أنور، طيب فقط الاتصال للأسف بالسيد أنور، ربما يعود إلي لاحقا إذا تم تحصيل الاتصال به مرة أخرى، لكن استمعنا لقسط كبير من وجهة نظري، وأريد أن أستمع لوجهة نظر السودان على وجه التحديد وكيف يفكر المسؤولون هناك. يحدثني عنها ضيفي في الاستوديو الدكتور ياسر محجوب الكاتب الصحفي السوداني. يا دكتور ياسر أهلا بك. في نقطة حوار، لماذا اختارت السودان أن تميل صوب إثيوبيا بعيدا عن مصر في أزمة سد النهضة؟ أنا أعتقد يعني السودان كل قضيته هو قضية تنمية، وبالنسبة له قضية السد ليست قضية سياسية. لكن أنا أعتقد الحكومة المصرية دائما تحاول إخراج هذه القضية من قضية فنية إلى قضية سياسية، وربما ذلك ناتج عن أنه تعاني كثير هذه الحكومة من كثير من المشاكل الداخلية، وبالتالي هذه القضية إثارة هذه القضية بهذه الطريقة ربما تحتاج لها في معالجة هذه القضايا السياسية وهذه المشاكل الداخلية وإشغال الرأي العام المصري بمثل هذه القضية. لكن هذه القضية قضية فنية، قضية سياسية، قضية تنمية بالنسبة للسودان. السودان لديه حوالي 10 مليار متر مكعب
منذ اتفاقية مياه النيل عام 1929 لم يستغلها وتمشي مباشرة إلى مصر. السودان ليست لديه سعات تخزين كافية داخل السودان، وبالتالي يلجأ إلى سعات تخزين خارجية، وبالتالي يستفيد من هذا السد في أن يستثمر هذه الكميات من المياه التي ظلت تصب اتجاه مصر حوالي 88 عام. الآن جاء الوقت ليستثمر السودان هذه الكميات التي هي حقه من خلال اتفاقية مياه النهر النيل. كما أفهم منك وكما أنت طرحت، هناك نقطة اقتصادية تنموية ونقطة سياسية، وكلاهما عليه رد من الجانب المصري. يعني دعنا نبدأ بالنقطة التنموية. أنت تتحدث وكأن السد لن يكون له تبعات سلبية، مصر تقول أنه فنيا حتى سيكون له أضرار كثيرة فيما يتعلق بطبيعة الأجواء هناك والتربة، والسودان نفسها ستكون متضررة وليس مصر فقط فنيا. نعم، هذه القضية الفنية أنا أعتقد تم الاتفاق عليها باجتماع الرؤساء الثلاث في مارس 2015 وفي أيلول سبتمبر 2016، كان بوجود الرئيس المصري والرئيس السوداني ورئيس الوزراء الأثيوبي. هؤلاء اتفقوا على هذه الجوانب وإحالة هذه، وأن هذه المسألة مسألة فنية تحال إلى لجنة فنية. كما اللجنة قالت أن السد به مشاكل، اللجنة الفرنسية قالت أن السد به مشاكل والخرطوم وأن سبب تحفظ. حسب علم الاجتماع الأخير الذي كان في مصر، كان للسودان وأثيوبيا لديهم تحفظات على التقرير الاستهلالي للاستشارة الفرنسي. وقدموا بعض المقترحات الموضوعية. مصر كان يمكن أن ترد على هذه المقترحات بأيوة أو لا، ولكن أن يتم إخراج هذه المسألة فجأة وتحويلها إلى مسألة سياسية وإلى تهديدات، أنا أعتقد هذا لا يخدم مصالح الدول الثلاث إطلاقا، لأن المسألة هي لابد أن تكون في الإطار الفني في الإطار الاقتصادي. لأن من هذه السودان وأثيوبيا من حقهم أن ينموا مناطقهم بس دون الضرر بمصر، يعني من حقهم لكن دون أنا أعتقد لا أخرى. ليست هناك أضرار بمصر، لأنه بس ولكن العقلية المصرية عي الحاكم هي عقلية أمنية بالنسبة للسودان، تنظر تتعامل مع السودان بسياسة الكبح الاستراتيجي. السودان ظل مصر تتعامل مع السودان خلال الأنظمة السابقة بهذه السياسة، وهذه السياسة منع الاستثمار، منع قيام مشروعات في السودان. وتعتقد هذه العقلية أن قيام ليه مصر تمنع قيام، تعتقد أن السودان مستقر ومزدهر هو تهديد لمصر، خاصة إذا كان مصر تعاني من مشاكل. هذه عقلية أمنية. لماذا يا دكتور؟ يعني ما السبب؟ ما الذي يجعل مصر تفكر أن السودان؟ بالعكس، المفروض أن طوال التاريخ نعلم أن الاثنان الدولتان يفترض أنهما كلاهما ظهير لدولة أخرى. هذا السؤال أنا لا أستطيع الإجابة أنت عليه. الذي طرحت فرضية، ولكن هذا أنت تجيب، يعني أنت تفترض. أخي الكريم كان هناك اتفاقيات تكامل مع السودان. كويس، هذه الاتفاقيات الجانب المصري جزء كبير لم يقوم بتطبيقه. الآن عندما لجأ السودان وهو يريد أن يحل مشاكله الاقتصادية، عندما لجأ السودان إلى أثيوبيا، تذكر أن آخر زيارة الرئيس البشير إلى أثيوبيا كان هناك اتفاق تكامل استراتيجي بين السودان وأثيوبيا، وأنا أعتقد هذا أثار حفيظة مصر. رغم أن السودان في البداية أصلا لجأ للتكامل مع مصر، ولكن هذه الاتفاقية لم يتم. هذا بيصب في اتجاه الشق الثاني يا دكتور ياسر، وهو الشق السياسي، سأعود وأتحدث عنه، لكن خليني أخذ اتصال هاتفي أرجوك. نبيل من مصر، يا نبيل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أعتقد أن حقوق تاريخية للمياه لمصر يعني حقوق معروفة منذ آلاف السنين، يعني مش حاجة جديدة. تاني حاجة، الحصة المقررة لمصر كانت في عهد عدد سكان مصر 20 مليون وهي 55 مليار، وهي كانت اتفاقية معترف بيها بين جميع دول حوض النيل. أما نيجي دلوقتي والمفاجأة أن الناس بتقول الحصة دي بيتفاوضوا عليها، فدي معناها إعلان حرب على مصر.
اسمه الدول الأخرى إزاي. وكما استمعنا يا نبيل من حقها أيضا أن تنمي نفسها، السودان من حقه أن يبحث عن مصادر تنمية. ما حدش واقف قدام التنمية، إذا كانت لمصادر كهربائية فدي يعني حاجة حق لازم إحنا نعترف بيه إن هم من حقهم ينموا، لكن لما تيجي تتكلم في بلد فيها ندرة في المياه وتقول لهم أنا هنقص المية اللي كانت مقررة ليك ومن 50 سنة، ده انت بتعلن حرب عليا، ده انا طيب عندي هل عليا. يمكن مفهوم، لكن هل يمكن ان يكون جزء من الخطا تتحمله القاهره التي كما فهمت من الدكتور ياسر هنا لم تستجب الى دعوات او اتفاقات التنميه بينها وبين السودان، وبالتالي القاهره تحولت عن السودان او عن افريقيا بوجه عام؟ انا متفق تماما مع النقطه دي مع الاخ السوداني الموجود وبتكلم في هذا المجال. خسارة السودان لمصر ده خسارة استراتيجية عميقة يعني نشأت من الخمسينات. مصر والسودان المفترض يعني حتى من ناحية الأمن القومي سواء للسودان أو لمصر، فأمننا في السودان وأمنهم عندنا في مصر، فكان يجب تنمية والتكامل بين مصر والسودان منذ يعني زمن بعيد، وده يجب أن يتم في الوقت الحالي. اي خلافات سياسيه يجب ان تجنب، لا يعقل ان حدود نختلف عليها تيجي تقول هقطع عليك الميه او اعمل لك مشاكل في الميه. هذه نقطه مهمه جدا، وفكره الحدود على وجه التحديد هذه ساعود بها لدكتور ياسر لان هي جزء من الجدليه ما يتعلق بالشق السياسي. لكن نبيل شكرا جزيلا، قبل ان اعود الى الدكتور ياسر هنا في الاستوديو ادعوه وادعوكم ان تستمعوا لمجموعه من الاراء جمعت من مصر، اراء جمعتها كاميرا نقطه حوار، وسالنا عن خيارات المصريين او خيارات مصر تحديدا بعد تعثر مفاوضات سد النهضة. والله ده حياة أو موت زي ما الرئيس قال، فهيكون لا حياة لا موت، هتكون حرب طبعا، لا يكون كده لا كده. انت لو حبيت تيجي وتمنع عني المية وهتموتني انا مش هسكت، انا ممكن اموتك برضو، يعني ممكن توصل لحرب. بس احنا يعني مش دولة هتحارب عشان المية، مش هتوصل للدرجات دي. ما اقدرش ان انا امنع اي دولة تانية ان هي يبقى عندها نهضة في سد أو نهضة أو أن هي تستفاد من مشاريع خاصة بالنيل عندها، لكن ما يمنعنيش أنا ما أقدرش أوافق على حاجة زي كده. إحنا مش قدامنا حل اللي إحنا نعمله غير إيه، لإما نفجره، ولو فجرناه والدوت يعني استحالة يحصل أصلا، هيبقى عندنا هيحصل فيضان وهيحصل حاجات بلاوي كتير هتيجي علينا إحنا بمشكلة. فالحل دلوقتي إن إحنا نحاول إن يعني نشتغل مفاوضات معاهم، ان ناخد نسبتنا زي الاول، ونحاول زي ما بيقولوا ناخدهم على حجرنا، عشان يعني خلاص مش قدامنا حل تاني. استخدام مياه الابار وتحليل المياه، وده يبقى حل كبير قوي لمصر، ويبقى مفيد اكتر من النيل، لان احنا استعملنا في النيل كله 25%. خيارات هي الحوار مهما كان، لان احنا مش هنستغنى عن معايا حضرتك، احنا مش هنستغنى عن الايه، عن الجماعه الافريقيه بتوعنا. أو شايف الحل الأمثل يعني يبقى في حل سياسي أحسن من كده بالنسبة لسد النهضة. الماء ديت لو اتمنعت عن مصر يبقى احنا خلاص موتنا، هنموت. فالرئيس ياخد اتخاذ صح، قرار مظبوط لعمل سد النهضة. الحوار أم الحرب أم التدويل أم البدائل، هذه سنتحدث عنها لاحقا، لكن النقطة التي طرحتها على ضيفي دكتور ياسر قبل حتى أن نخرج لهذه الأراء، فكرة الشق السياسي يا دكتور، أنت تقول أن الأمر بمجمله هو لعبة تنمية واقتصاد، لكن كثيرون يربطوا ما بين تحديدا قضية حلايب وشلاتين وبين قضية سد النهضة، وأن السودان الآن أو الخرطوم تضغط كسر إرادة مصر فيما يتعلق بقضية حلايب وشلاتين أو تحريك هذا الملف على الأقل عن طريق المياه. والله أنا لا أعتقد، لأنه يعني الجانب السوداني يرى أنه الجانب المصري هو الذي يقوم بالتصعيد في حلايب. الآن حلايب السوداني يعتقد أن حلايب محتلة، والآن القوات المصرية موجودة في حلايب، والسوداني يرى أن الحكومة المصرية تقوم بعمليات تمصير. والإعلام السوداني كثيرا ما نسمع أخبار عن ممارسة تعذيب على المواطنين السودانيين، منع مواطنين سودانيين في جانب للوصول إلى الجانب الآخر من حلايب. أنا أعتقد الكل يعلم أن السودان
فيما يعتقد في حلايب لا يتحرك، وأن الشارع السوداني الآن يضغط على الحكومة السودانية. بالمناسبة أن الشارع السوداني يرى أن موقف الحكومة السودانية من حلايب هو موقف غير مقبول في ظل التصعيد الذي يتم من خلال من جانب الحكومة المصرية. البدايل الآن، وكما استمعت الآراء من القاهرة، دخلنا في ملف شديد الصعوبة، مية الشرب ببساطة. إذا قطعت مية الشرب قد نلجأ حتى للحرب، لن يقف شيء. صحيح، مسألة المياه مسألة حياة أو موت، هذا أنا معك، ولكن أنا ما يدور الآن عن إنقاص حصة مصر، أنا لا، ليس له وجود في هذا الموضوع. الآن الحديث عن أنه هي مسألة فنية، وأنه هناك أضرار قد تصيب السودان أو تصيب مصر من إذا انهار هذا السد، إذا لم تكن هناك ترتيبات قوية. ولكن حصة مصر أنا لا أعتقد أنه هناك. بالمناسبة السعة التخزينية لسد النهضة الأثيوبي 74 مليار متر مكعب، بينما السعة التخزينية للسد العالي 162 مليار متر مكعب. يعني والآن على طول السنين السنة موجود في السد العالي 123 مليار متر مكعب. طيب الفكرة واضحة دكتور، شكرا جزيلا على تواجد معنا. دكتور ياسر محجوب الكاتب والصحفي السوداني كان معنا هنا في الاستوديو، آخر الجزء المخصص لنقطة حوار تلفزيونية، لكن الحديث سيستمر عبر خطوط الهدف المباشرة بعد قليل على راديو بي بي سي، معي أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.